ايه يا رهيم، مامتك فين؟ هي وراها حاجة؟ أنا زهقت. مامي ما وراهاش اي حاجه، هي بس بتحب تاخد راحتها في الميك اب واللبس. اهلا يا عز، بقالي كتير ما شفتكش. اهلا اهلا، ايه الاخبار؟ كله تمام. وحشتيني، ايه الجمال ده؟ ايه يا عم، انت جاي تعاكس مامي قدامي؟ اقعد. اعمل ايه طيب؟ في حد ينفع يشوفه ما يعكسهاش؟ بكاش بس ذكي. طب ايه، نتغدى ولا نشرب حاجه الاول بعد كده نتغدى؟ قومي خليهم يحضروا الاكل اهو، يبقى عيش وملح. انا بقول كده برضو، انا بطني خلاص بتصوصو. بس هو في حد بيركز في الحاجات دي اليومين دول؟ ولاد الأصول بس، وعلى العموم احنا كده كده كرم. واحنا ولاد اصول قوي. مش بقولك ذكي؟ لو قعدتي تقوليها كتير هصدقها. على فكرة انت مش سهل خالص.